هاي هاي هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من امبارح. يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. النهارده عندنا ايه؟ عندنا وصفات برضو لذيذه وخفيفه ولطيفه وتنفع معانا، نسميها وان بوت ريسبي، اللي هي زي الريسبي كده بتاعت امبارح، اللي بنعمل حاجه واحده اكله كلها في حله واحده. بس هو احنا هنا هنعملها في حلتين، لان في خطوه بس هنسلق الرز على جنب. فلو عايزين تسموها في حله واحده يبقى الرز كان عندكم بايت من امبارح، سواء بسمتي او مصري. ولو مش كده يبقى هنسلق الرز وبعدين نشتغل كله في طاسه واحدة. عندنا وصفة لذيذة جدا من المطبخ الصيني، يعتبر او يعني من شرق اسيا، اللي هي الفرايد رايس. عارفين الرز البسمتي اللي بيبقى فيه خضار وصويا صوص، وممكن يبقى مشروم، وممكن يبقى جمبري، وممكن يبقى فراخ، وممكن يبقى فراخ ومشروم، وشوية صوصات كده هي اللي بتديله الطعم ده والنكهة دي. والوصفة دي بيدخل فيها البيض. انا عارفة كويس قوي ان احنا عندنا مشكلة وعندنا كلنا، بس الحقيقة انه لما انا اكلت الوصفة دي ببيض وكلتها من غير بيض كان اللي بالبيض احلى كتير. فالكتاب بيقول انه يعني بلاش بيض، عشان ممكن تقولوا لا بيض ايه اللي على الرز وازاي يعني وكده، بس هي الوصفة كده الحقيقة، وبجد طعمها احلى كتير. يعني لو شلنا البيض بيفرق قوي. لكن اذا مش عايزين تبقى في الوصفة دي اي بيض تماما، لان انا عارفه ان في ناس مش هينفع، مش هتقتنع ابدا لما اقول لها ايه، مش هتوافق، هتقول لي بيض يعني لا وبيض لا وده اسمه عك وبيض على الرز وفراخ وايه ده، شيل البيض. تمام، اتفقنا اهو من قبل ما نبتدي. يلا بينا نقول مقادير الرز الصيني اللي بالفراخ وبالخضار. محتاجين، انا تقريبا استخدمت نص كيلو صدور فراخ، تقدري تستخدمي نص كيلو ربع كيلو زي ما تحبي، المهم ان هي تبقى متقطعه شاورما رفيعه او مكعبات صغيره. محتاجه نص كيلو من الرز البسمتي، ابيض او ذهبي مش هيفرق معايا، زي ما تحبي، لانه في الاول وفي الاخر هو هيتلون فمش فارق معايا. هحتاج انه يبقى معايا 3 بيضات. محتاجه كمان كيس خضار مشكل، سواء بقى انت هتستخدمي الخضار المشكل هيبقى فروزن او فريش. بصله مفرومه خشن، معلقه كبيره من الثوم المفروم، نص كرومبايه او يعني الكرومب اللي لونه موف بتاع السلطه او الاخضر العادي، بس كرومب السلطه. محتاجه كمان فلفل رومي مكعبات، ممكن يبقى فلفل الوان، انا يعني استخدمت فلفل رومي. 2 فلفل حراق علشان ندي الطعم السبايسي. الذره الحلوه دي او السويت كورن بتبقى طعمها لذيذ جدا فيه، بس اذا مش موجوده ممكن نشيلها ببساطه. محتاجين للصوص، لان في صوص بننزله على الرز والفراخ، هيكون عباره عن ايه؟ صويا صوص، كوبايه، نص كوبايه، ربع كوبايه، على حسب انت هتعملي ايه. محتاجه كمان، حطيت عليها ورشستر شاير صوص، ممكن نشيله خالص من الوصفه. 2 معلقه كبيره من الكاتشب، يا ريت ما نشيلوش، بس اذا فيه هو او الباربيكيو صوص هيبقى تمام. عصير ليمون، خل، 7 بهارات وبابريكا، ملح وفلفل اسود. وللتزيين ممكن نزين ببصل اخضر، بكزبره، ببقدونس، زي ما تحبوا، بس الانسب للتزيين في الطبق ده يكون البصل الاخضر او الكزبره. يلا بينا. اول حاجه هنعملها ايه؟ انا عايزه اسلق الرز، دي اول حاجه هعملها. وفي الوصفه دي زي ما انتم متعودين مني، يا اما بنقع الرز البسمتي يا اما بسلقه. يعني قليل جدا جدا لما بشتغل بالرز البسمتي من غير اي حاجه، ولا نسلقه ولا نعمل اي حاجه، قليله جدا. فانا هنا في الوصفه دي هسلقه زي المكرونه بالظبط. ملحت الميه وهقلبه تقليبه وهسيبه يتسلق عادي جدا لمده قد ايه؟ انا هنا في الوصفه دي محتاجاه يستوي يعني تقريبا سوا كامل. لو انا في العادي بسيبه يتسلق حوالي 7 دقائق، او يعني عايزه يبقى فيه تكه ممكن 6 دقائق، هسيبه هنا من 8 ل10 دقائق. المهم ان هو يطلع معايا الى حد ما مستوي ومش مكسر ومش معجن، فهو خليها 8 دقائق، هنمشيها 8 دقائق وبعدين نصفيه ونبتدي نشتغل في بقيه الوصفه. ناخد بقى الووك بتاعتنا ونبتدي نشوح كل الحاجات. هنا بقى نبتدي في ايه؟ في مرحلة الوان بوت ريسبي.
طاسه واحده ونشوح فيها كل حاجه. في المطاعم الصيني الياباني عندهم بقى كده الصاجه بتاعتهم، ويبتدوا ايه يعملوا كل حاجه على الصاجه، كل حاجه يعني، كله البيض يتكسر، الرز يتحط، كل الحاجات. يلا بينا نحط زيت. في الوصفات دي برضو بيستخدموا زيت السمسم، ليه نكهة قوية على فكرة، يعني مش اللي هو ملوش طعم، لا ليه طعم، ليه طعم، وأقرب كمان للزيت الحار. بحس زيت السمسم قريب قوي من زيت الحار، أحيانا بحبه وأحيانا لا. أنا في الوصفة دي ما بحبوش، مع أنه يعني مفروض نحبه، بس ما لا ما حبتوش خالص، فبستخدم زيت عادي، ومش بيفرق قوي في الطعم، مش بيحليه بالنسبة لي كتيست مصري. زيت السمسم انا مش من الحاجات اللي حبيتها قوي يعني. اول حاجه بتنزل الفراخ، حاسه ان انا نزلت الفراخ بدري سنه، بس مش بدري قوي، بس حاسه ان انا نزلتها بدري شويه صغيرين، بس تمام. انا كميه الفراخ عندي مش كبيره، نبص على الرز كده. هو احنا ممكن المزيكا عاليه قوي في وداني، ينفع نوطيها شويه؟ ماشي، شكرا. انا عارفه ان انتوا قاصدين تسلوني وانا بشتغل، بس انا مش عايزه اسمع مزيكا دلوقتي للاسف. يعني محتاجه اركز. فبعد الهواء نسمع كلنا. انا مش نزلتها، انا مش نزلتها بدري، انا فهمت النار مش عاليه على القطعتين العينين. انا عماله اقول برضو في حاجه، يا رب اعرف او اوصل. لا، تسعة ونص، تسعة ونقطة، تسعة وحاجة، بتعمل لنا حركة كده، بس تمام اوكي. انا عملتها، شكرا شكرا، الحمد لله. حط بقى ايه، فلفل اسود. انا سامعه كل حاجه يا جماعه، سامعاكم. شوح كويس قوي، يعني كل ده انا في محاولات، انه عشان انا بجد دي حاجه من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا، ان العين تبقى واطيه، وهبتدي شوح فراخ، فالفراخ تبتدي بقى ايه تنزل ميتها. دي بالنسبه لي لا لا، دي غلطه شنيعه لو حصلت، بتبقى بالنسبه لي غلطه شنيعه، انا لو عملتها تبقى غلطتي وغلطه شنيعه، بتضايق جدا. فبحب العين تبقى عاليه لو هشوح فراخ، الطاسه بتاعتي تبقى سخنه، الزيت يسخن او السمنه او اي حاجه احطها تبقى سخنت كويس، تنزل الحاجه تاخد الصدمه بتاعتها وايه وتتشوح كويس قوي. اوكي، نشوح بقى كويس قوي قوي قوي، يعني حاولنا هون نعلي النار والدنيا تبقى تمام. حطينا شويه فلفل اسود ونجهز الخضار. الخضار بينزل بالتدريج، انهي نوع خضار اللي هيستحمل معايا؟ بالتدريج ننزل الاول البسله، الجزر، الفاصوليا، ده اذا احنا حابين نحط نوعيه الخضار دي، بس اذا حاطين جزر لازم ينزل هو اول حاجه. تمام، اول حاجه هتبقى البصل وبعدين الخضار الثاني. اول ما هننزل الخضار هتلاقوا ان ابتدى ايه تنزل بقى الميه والحركات دي، ويوقف لنا عمليه ايه تسويه الفراخ، ويبرد لنا الطاسه، فاحنا عايزين نبقى اطمنا ان الفراخ اتغير لونها تماما زي كده. اوكي، بس لسه سنه كمان.
اه الطاسه برضو كانت بارده، نزلت شويه ميه، مفيش فايده. هنشيل الميه دي. كده. اهي طريقه العلاج اهي قدامكم عشان تبقوا عارفين لو حصل كده نعمل ايه. كده تمام. زود شويه زيت صغيرين، انا محتاجه ماده دهنيه عشان انا شلت الماده الدهنيه من هنا، عايزه ابص على الرز كمان. لسه اول ما الطاسه تسخن كويس قوي والزيت يسخن هنزل بالبصل. يلا مجهزة الثوم ومجهزة عندكم كمان لو عندكم جنزبيل فريش بيبقى حلو قوي، لو حابين تعملوا كده تحطوا جنزبيل فريش مع الثوم هيبقى تحفة مع الأكلة دي. بنكمل تشويح عادي وبجهز الخضار كده بقى جنبي علشان هنزله هنا وهنا. عندنا كمان الصوصات موجودة حاجاتها هي لوحدها فتمام. نقلب بس من الجناب، هنزل بالخضار. هنا بقى هتبتدي ايه الطاسه تبرد خالص، هصبر عليها شويه. ممكن نطلع فاصل سريع تكون الخضار شويه سخن وعشان ما ياخدش من وقتكم، وهصفي الرز كمان، نرجع من الفاصل جري نبتدي بقى نحط كل الحاجات على بعضها تاني. يلا فاصل سريع ونرجع جري. ورجعنا من الفاصل. دلوقتي بقى بعمل ايه؟ زي ما سبتوني بالظبط، ما عملتش اي حاجه، وحتى الرز زي ما هو حسيته لسه عايز وقت فسبته، وبعدين قلت ايه لما نرجع مع بعض بقى ايه نصفيه ونشتغل بيه. يلا بينا كده. صفينا الرز والخضار بيستوي بالتشويح مع الفراخ. عايزه الفراخ تستوي، فخلاص الفراخ كده مع التشويح المستمر ده استوت. الطاسه رجعت تاني درجه حرارتها عاليه، ما زودتش ولا ميه ولا اي حاجه. هنا انا ليه قلت لكم ان انا مستخدمه خضار فروزن؟ عشان يبقى سهل، لان الخضار الفروزن بيبقى نص مستوي، اوكي بيبقى نص سوا، لكن لو فريش مش هيستوي مع التشويح قوي، فيستحسن ان احنا نكون سالقين الخضار اذا مستخدمين خضار فريش. كده انا الخضار عندي عشان فروزن استوى، الفراخ مع التشويح استوت، مفيش ميه، ده اللي انا عايزاه. عايزه بس دايما يبقى فيه ماده دهنيه، فتزودي زيت، تزودي زيت على زبده اذا بتحبي طعم الزبده. ادي كده تمام الخضار والبصل حتى ما بقاش موجود اهو زي ما انتم شايفين، مش بالقوه الجامده. هنزل دلوقتي بالثوم، ده معاد الثوم. نعمل كده، تبتدي بقى ايه ريحه الثوم تطلع. الثوم قبل الكرنب،
عشان لما ينزل الكرنب، الكرنب من الحاجات اللي كأنها بتتبل ليها طعم، فالثوم قبل الكرنب. أشم ريحة الثوم، ويا سلام لو ثوم وجنزبيل زي ما قلت لكم، لو عندك جنزبيل فريش يبقى خطير. نزل بقى بالتدريج كده الحاجات، فلفل، والكورن، انا شايفه انها اكله مغذيه جدا، ملونه فيها كل العناصر المطلوبه، نشويات وبروتين وخضار وكل حاجه، وانا ما بعملش حاجه، انا بس مجرد ان انا بحط كل الحاجات على بعض وبشوحها وبديها الطعم بالصوصات اللي هحطها. هنحط بقى شوية كرنب كده، هبتدي بقى في المرحلة دي انا بقلب كويس اهو، والطاسة سخنة، بنزل الخضار واحدة واحدة علشان أفضل محافظة على سخونية ودرجة حرارة الطاسة اللي أنا شغالة فيها. نعم مدام نرمين، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا حبيبتي. إزاي حضرتك؟ مساء الخير الأول. مساء الفل. وشكرا على كل اللي بتعمليه. شكرا يا فندم، ربنا يخليكي، تسلمي. انا بس ليا سؤال، مش فضل. يعني مش في اللي انت بتعمليه، حاجه ثانيه. تحت امرك في اي حاجه. انا الموزاريلا عندي لما بحطها في الفريزر مش بتمط معايا في البيتزا. طيب هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك بتجيبي موتزاريلا فريش ولا موتزاريلا المبشوره؟ لا المبشور. المبشوره بتاعت الشركات ولا المبشوره من عند اللبان او بتبقى سايبه؟ لا لا لا، شركات. شركات. طيب اولا احيانا كتيره جدا المبشوره بتاعت الشركات بتبقى ما بتمطش قوي، بس هي ما بتمطش من الاول، يعني مش شرط، موضوع الفريزر ملوش دعوه بالموضوع، فهو اذا استخدمتي الموتزاريلا اللي بالكيلو هيكون احسن. دي اول حاجه. هي لسه معانا على التليفون؟ طيب انا هجاوب. الموتزاريلا السايبه اللي بالكيلو سواء في السوبر ماركتس الكبيره هتلاقيها بتتباع كده سايبه زي الجبنه الشادر وكده، دي ممتازه واحسن كتير في احيانا من شركات كتيره. تاني حاجه، هو احنا بنبقى عايزين ان احنا نكتر الكميه قوي، لان هي هتشد معاكي لما تبقى كميه الموتزاريلا كتيره، مش رشه واحده، علشان نجيب المطه والشده دي بتبقى لازم الكميه تبقى كبيره، فموضوع الفريزر ملوش اي ذنب، هي تمام بتتشال في الفريزر وما فيهاش مشكله، هي الفكره كلها ان احنا نزود الكميه، وممكن جدا النوع يبقى مش حلو، فخليكي في الموتزاريلا اللي بتتباع سايبه مبشوره بتبقى ممتازه، في انواع كتيره جدا منها ممتازه، وانا جربتها يعني ولقيت ان هي لطيفه جدا. يا رب اكون جاوبت، بس كان في حاجه تانية كنت عايزه اقولها، يعني لو افتكرتها واحنا شغالين هقول لحضرتك عليها برضو. ان لما ندخل الموتزاريلا الفرن، لو الموتزاريلا اخدت لون احتماليه انها تمط دي بتبقى شويه قليله، فهي لازم تسيح وتفضل بيضه، تسيح وتفضل بيضه، لو اخدت لون ونشفت سنه برضو مش هتمط، فاحنا نحاول ان احنا نحط الموتزاريلا ممكن في الاخر اذا مدخله حاجه ولسه محتاجه سوا. حضرتك خلاص تمام، حاسه انه تمام واستوت، افتحي الفرن حطي الجبنه الموتزاريلا ودخليها، وافتحي الشوايه بس يا دوب تسيح او تسيح مع درجه حراره الفرن ودرجه حراره الصينيه بتاعتك، وطلعيها هتلاقيها بتمط معاكي كويس جدا، وكتري الكميه اكتر شويه بس كده. رجعنا تاني للفرايد رايس اللي احنا بنعمله، الخضار كله زي ما احنا شايفين اهو، نجهز بقى الصوص ونبتدي نحط كل الحاجات على بعض. قبل ما احط الصوص عايزه احط البيض، واحنا قلنا ان اللي مش عايز يعمل خطوه البيض مش مهم،
بس هي أساسية يعني المفروض إن، وطعمه على فكرة أحلى، ومش بتحسوا بطعم البيض اللي بالكم فيه. يعني لو انت فاكرة إن في وسط كل اللي احنا بنعمله ده، أنا بعمل حفرة كده في النص وفي وسط كل ال يعني كل النكهات دي هتحسي بطعم البيض، فلا لا اوعدك مفيش خالص. بس هو بيدي وبيضيف نكهه بصراحه، يعني عشان ابقى حقيقيه هي مش ملهاش لازمه، وعشان كده انا اصريت ان انا اعملها. هحط البيض كده جربه في كميه قليله قوي، لو عندك مره رز بايت او رز ابيض خديه على الطاسه كده وشوحي شويه خضار زي ما انا عملت في طاسه، شوحي شويه خضار واعملي كل الحاجات دي واكسري البيضه وابتدي ايه قلبيها وخليها كده تبقى كانها بيضه مقليه في النص كده اهو. حاضر، رشه فلفل اسود اهي. انا بقليها بس كده بسويها في النص كده، استوت تمام. ابتدي بقى ايه اقلب. اوكي خلاص راحت البيضه اهي، راحت البيضه. هنزل بقى بالصوصات. والبهارات شويه بابريكا بقى وكل التفاصيل بتاعتنا، وادي عصير الليمون وادي التقليبه، واحنا بنقلب نقوم منزلين الرز. واحنا بنعمل كل الحاجات دي كده هنزل معلقه من الخل ونعمل كده. ادي الرز على الطريقه الصينيه اللذيذه. عايزين تقللوا كمية الصوص وتخلوها أقل من كده مفيش مشكلة، أي صوص هتحطوه قللوه مفيش مشكلة. كل الصوصات دي مملحة عشان كده ما حطيتش ملح إلا في سوى الرز، وبقية الصوص بقى كل الحاجات اللي حطيناها هي اللي ملحت لي، فمش ناقص أكتر من كده ملح أبدا. أدي طبق بتاعنا خلص وعلى التقديم والجارنيش. حاسه محتاج سنه لون، تعالى نحط له ايه، نحط له السويت كورن عشان يكسر لنا اللون كده. بس كده نطلع فاصل، يلا بينا فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل وهنغرف بقى دلوقتي الرز، يلا بينا ناخده كده الناحيه دي في الواسع، وعايزه اجرنشه بشويه من الكرنب المتشوح نص تشويحه، نص تشويحه. محضره لكم بقى بسكوت لذيذ قوي، امبارح انبسطت قوي وجات لي
كومنتس كتير وتعليقات كتير قوي على البقسماط او البسكوت بتاع امبارح، الكحك اللي بالسمسم ده عجبكم، وانا انبسطت ان هو عجبكم جدا وان انتوا استسهلتوا الموضوع، فعملت لكم بقى النهارده كمان بسكوت لذيذ قوي كانه بنكهه العسل والطحينه، بس هو مش بنكهه العسل والطحينه قوي لانه احنا حاطين فيه دبس تمر، هتلاقوه لذيذ قوي، ودبس التمر مش محطوط الا فين؟ في السيرب، مش محطوط في العجينه، فهحطه لكم دلوقتي، هنزل لكم المقادير واتكلم معاكم عنه، بس اجرنش كده الطبق بتاعنا بالفلفل الاخضر الحامي وشويه من الكرنب زي ما انتم شايفين كده، بس كده ادي الرز بتاعنا فرايد رايس لذيذ قوي، لو عملتوه بالبيض هتنبسطوا، اسمعوا كلامي وجربوا مش هتحسوا بطعم البيض خالص. نيجي بقى بعد كده للبسكوت، مقادير البسكوته بتاعتنا هنا لذيذه جدا، وبسكوته مسقيه، فالبسكوتات المسقيه دي في الشتاء كده وهي بنكهه الطحينه والعسل، ممكن اللي ما عندوش دبس تمر يستخدم عسل عادي، عسل اسود. نقول المقادير، يلا بينا. فين المقادير؟ بسكوت السوداني، تقدروا تشيلوا السوداني على فكرة ويبقى عين جمل، فبرضو اختاروا المكسرات اللي انتوا عايزينها، مش شرط سوداني، انا اخترت سوداني عشان يبقى افيلبل وموجود في كل بيت او اي حد ممكن يشتريه، لان هو سعره مش هيبقى غالي قوي زي عين الجمل، بس بعين الجمل بيبقى تحفة، بالفستق بيبقى تحفة، فزي ما تحبوا بقى. عندنا ايه؟ عندنا 3 كوب ونص من الدقيق، 125 جرام من الزبده، والزبده تكون سايحه سنه او بدرجه حراره الغرفه يعني تبقى طريه، نص كوبايه من الطحينه ودي اساسيه ما ينفعش تتغير اوعوا تشيلوها، نص كوبايه من الزيت، نص كوب من الحليب، 2 معلقه كبيره من الخل، بيكنج باودر هنحط الكيس كامل او يعني هنحط معلقه اذا عندنا مش كيس، معلقه كبيره، كوب فول سوداني مجروش او اي نوع مكسرات او ميكس مكسرات زي ما تحبوا، السيرب زي ما انتوا شايفين كده سيرب عادي جدا زي اللي بنعمله للحلويات الشرقيه وعملناه كتير قوي مع بعض. محتاجين هقول لكم مقادير السيرب، كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصير نص ليمونه، وعود قرفه خشب، وكوبايه من دبس الرمان، مش كوبايه قوي، ممكن تحطي معلقتين على حسب كميه السيرب، معلقتين نص كوبايه زي ما انت عايزه. محتاجين للتزيين فستق مجروش ونص كوبايه من الفول السوداني، ده لو احنا حابين اصلا نزين البسكوته بس مش شرط خالص. يلا بينا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايزه اوريكم التفاصيل، فانا بفكر ما اشتغلش اصلا واشتغل بايدي، انتوا متعودين على كده، مش هشتغل بدي عشان تشوفوا المقادير وهي بتدخل في بعض كده اهيت. تعالوا نحط السوائل كلها كده على بعض، الزيت والزبدة، واللبن، لا خلاص اشيله، حاضر. احنا هنا معتمدين على الشربات اللي هيتسقي بيه البسكوت، فاذا حابين تسكروا من جوه برضو ممكن تحطي ربع معلقه، ربع كوبايه سكر او نص كوبايه سكر وتسقي كده بالراحه، يعني ما تسقيش قوي، بس اذا عايزاه برضو مستوي يعني شارب بزياده هتحطي بس الشربات كده وتسيبيه يتسقي وبتاع، يبقى جميل جدا. يلا بينا نحط ايه كمان؟ ايه كمان؟ بس كده. الطحينه، هندوب كل الحاجات على بعض، لو عايزة تحطي كمان
عسل اسود من جوه مفيش مشكله. تيجوا نعمل كده، تعالوا نعمل كده مع بعض. هنحط دبس تمر، اوكي هحط شويه. انا دي دلوقتي عملتها معاكم، يعني انا دلوقتي فكرت ان انا ممكن اعمل كده. طب ما احطه من جوه كمان، حطه من جوه كمان او لا تخلوه بس في السيرب. انا كنت عايزه ادي الطعم كده يبقى واضح، العسل والطحينه او الطحينه ودبس التمر. دايما احنا يعني احنا في مصر مثلا بناكل العسل الاسود مع الطحينه، هتلاقي في بلاد تانية بياكلوا دبس التمر، في بلاد تانية بياكلوا دبس العنب على حسب نوع الدبس بتاعهم، بس برضو بياكلوه مع الطحينه. فانا كنت عايزه الطعم ده جوه البسكوته، فهنعمله البديل بتاعه عسل وطحينه، اي دبس او عسل وطحينه، كل الحاجات كده على بعضها. اوكي، وبعدين هنزل بقى بالدقيق والمكسرات كمان، هحطه حالا. ادي البيكنج باودر والدقيق، هجمع بس كده العجينه وبعدين احط لها المكسرات. حاضر، انا ما حطيتش الخل صح؟ اوكي، نجيب الخل بس من جنبي ورشه الملح عشان نبقى حطينا كل المكونات. رشه صغيره جدا من الملح وادي الخل، ونجمع بقى العجينه كده، احط بقيه الدقيق، وعايزين كمان نحط المكسرات دلوقتي. يلا نبدا بنعمل كوكيز. ادي العجينه اتجمعت، بنعمل كده في عجينه الكوكيز، ما بنقعدش نضرب فيها جامد او اي بسكوت عشان تفضل بسكوته حلوه. الجلوتين لو ايه خرج ومطط مننا هيبقى مش ألذ حاجه. بصوا ادي العجينه بتاعتنا، طعم البسكوته دي بقى عشان الطحينه مش قادره اقول لكم حلاوته. انا بس بطمن لما بعمل كده عشان اشوف اذا الدقيق متكوم في حته او ما اتجمعش كويس، احنا عايزين نجمعه كويس. اوكي، ادي العجينه بتاعتنا زي الفل، تمام جدا. نيجي بقى كده على جنب القطاعه يا ولاد، جت عندي، تعالوا نبص. انا عشان في قطاعه معينه عايزاها، لقيتها اهي، العجينه المشرشره هي دي اللي انا كنت عايزاها. القطاعه، انا عماله اقول عجينه بجد، العجينه المشرشره. تعالوا ايه نجمع بس كده ونعمل كده اهو، كده كده كده، طريقة بسيطة للتشكيل بس عايزاها ما تبقاش مفرغة من جوه. اوكي، فعشان كده ايه بجمعها بس كده، لان هي الحتة اللي كانت في ايدي دي مفرغة سنة من جوه. الحجم غير متساوي ابدا. استنى نعملها تاني. انتوا عايزين حاجة؟ شكرا. يلا كده تمام، نجيب شوكة ونعمل الشكل كده، نعمل العلامة كده بتاعت الشوكة كده 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 كده. انتوا شايفيني كويس صح؟ تمام، ادي البول، ايه رأيكم؟
ناخد بقى البسكوته زي ما هي ونبتدي ايه نرصهم كده ونعدل الاشكال بتاعتنا. عملنا شكل بطريقه بسيطه ولذيذه قوي. عايزه اعدل الشكل هنا كده، نعمل كده وكده. عايزين نطلعوا فاصل؟ طيب قولي. فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. انا عندي، استنوا، عندي الطبق انا حاطه فيه شويه كمان جاهزين اللي هما كنت عاملاهم. فين الطبق؟ فينه فينه فين يا ياسمين؟ الطبق اللي كنت بعمل وديتي الطبق فين؟ الطبق اللي كان فيه البسكوت انتوا خدتوه؟ طيب تعالوا نشكل دول. انا بحاول ايه اوريكم التشكيل ومش عايزه اعجن قوي، فعشان كده شكل العجينه مش متناسق، بس عادي هو كده. اعملوا كده عشان ايه تنبسطوا. درجه حراره الفرن العاديه خالص 180. هو بسكوتة لذيذة قوي. اهم انتوا عايزين نشيل دول كمان. كفايه كده، وصلت الفكره. خلونا نقول بنعمل ايه بعد كده. نشيل كل الاشياء بتاعتنا. ومعانا مين؟ معانا تليفون مدام فاطمه. يا مدام فاطمه ازيك؟ الو، اهلا وسهلا. هاي هاي. هاي هاي، عاملين ايه؟ ازيك؟ كنت عايزه اسال بس على البسكوت السوداني، ممكن مقادير تاني؟ حالا، من عينيا الاثنين. بس عايزه اسال على حاجه. قولي. بالنسبه لل 125 زبده دي كوبايه؟ لا مش كوبايه، احنا نجيب القالب، نجيب قالب الزبده كده اللي هو الصباع ده، ولا انت عندك الزبده هتبقي محتاجه؟ هي قفلت؟ هي ممكن تكون، لا نص كوباية. لو هنتكلم بالكوباية احسن، خليها نص كوباية. بصوا بقى دلوقتي هنحط على المقادير، هتنزل حالا على الشربات اللي انا عاملاه، اللي هو يعني ممكن يكون متوازن، اللي هو خفيف ولا هو تقيل قوي. ولما يطلع البسكوت من الفرن، احنا هندخل البسكوت الفرن، بعد ما يطلع على طول يكون الشربات هدي، ما هوش سخن وبيغلي. هحط بقى دبس التمر او العسل الاسود على الشربات، اوكي؟ وانا حطيت معلقتين ثلاثه منه، حطيت معلقتين ثلاثه من الدبس جوه العجينه، ودي اختياريه، يعني انت عايز تعملي كده براحتك. الشربات يكون لا تقيل ولا خفيف زي ما انتم شايفين كده. حاطه فيه عود قرفه مع دبس التمر، لو عايزه كمان تحطي عود ينسون او نجمه اليانسون يعني، ويبقى الشربات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اوكي؟ يبقى لونه كده اتحول الى كانه كراميل، تمام؟ وبعدين نعمل ايه؟ اوكي. وبعدين بعد ما يخرج من الفرن نبتدي نحطه بقى عليه على طول. فين البسكوت؟ فين؟
طيب دخلوا لي النسخه. طيب تعالوا ندخلوا الفرن كده. انا عايزه البسكوت نفسه عشان النسخه بتاعتنا جاهزه. بصوا اللون، تعالوا نحطه، ده اللون، دبس التمر على الشربات، هنسقي بيه البسكوت. احنا مش عايزين ان البسكوته تبقى مسكره، عشان كده المقادير ما فيهاش سكر. عايزه انتي تعدلي الموضوع وتحطي برضو ربع كوبايه سكر، تمام مفيش مشكله. ادي البسكوت اهو، البسكوت بيخرج بقى من الفرن، نعتبر ان هو خلاص خرج من الفرن. اوكي ناخده نحطه على طول في الشربات كده، بس لازم البسكوت يبقى لسه خارج من الفرن، ولازم الشربات يكون الى حد ما دافي مش سخن مش بيغلي. فهنعمل كده ونطلعه على طول بالمصفى ونصفيه كويس وما نسيبوش كتير في الشربات، وبعدين يتزين وبس. ده لو احنا عايزين نزينه يعني. بسكوتة دي لذيذة لذاذة وطرية كده وجميلة وطعمها غريب، هتحبوها قوي، لان هو السوداني مع الطحينة او عين الجمل مع الطحينة، ايا كان نوع المكسرات اللي هتستخدميها هيفرق قوي في الطعم في الاخر. نكهة القرفة، دبس التمر او العسل الاسود، الاتنين هيدوكي طعم خطير. هاخد شوية من دول بس احط على البسكوت ولا ايه؟ يلا بينا وكده نبقى خلصنا خلاص. اوكي هرش كده رشة بسيطة. ونزين بأي مكسرات عندنا. طبعا هو هيطلع هيتسقي على طول، فهتحسوا ان هو ينفع يتزين يعني، اول ما يطلع بقى يتزين على طول فيلزق عليه كده المكسرات. ده اذا انتوا حابين تزينوا يعني. انا شايفه ان التزيين ملوش لازمه قوي، بس ايه برضو اذا حابين. يلا بينا نحطهم هنا ونطلع فاصل سريع جدا ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل ومشرفنا ومنورنا دكتور سامي قنديل، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. اهلا وسهلا يا دكتور. عايزه حضرتك. ومنورنا ومشرفنا دكتور يوسف سراج الدين، اهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. استشاري جراحات العظام والكسور وعلاج الام المفاصل والعمود الفقري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ. منورين. الله يبارك فيك. الله يكرمك. النهارده هنتكلم على المشاكل اللي بتقابل الناس، واولها الخشونه. تمام. دي مشكله كبيره وتقريبا كل الناس بتعاني من خشونه بقى الركبتين وخشونه
يعني ايه يا دكتور خشونة وازاي والناس تعمل ايه؟ الاحصائيات بتقول ان في حوالي 40 ل 50% من الناس بتعاني من انواع من خشونة المفاصل ايا كان، وان كان ال 40% من ال 50 دولت خشونة ركبتين. تمام. مرتبطة بالسن، تقدم العمر، ده شيء طبيعي. الشعر بيبيض، ده مش معناه ان الشعر مريض ولكن لونه غير. كذلك الركب شغالة وقايمة بوظيفتها ولكن فيها احساس متغير، حصل فيها شوية تآكل، الوظيفه بتاعتها بدات تاثر شويه. تقدم العمر ده اساسي، حصول ان المريض يبقى وزنه زاده شويه ممكن تاثر على ركبه، او لا قدر في شويه امراض ثانيه زي السكر او الضغط ممكن تعمل الخشونه. خشونه الركبتين من الامراض اللي كانت مزعجه وكانت الناس دايما بتقلق منها وما كانش في حلول كتير. انما مع علم علاج الالم، وده علم زيه، وتخصص في الطب بقى دلوقتي موجود زي تخصص النساء والتوليد، الجراحه، الاطفال، ده بقى يتواجد بطريقته وبقى يوجد لنا حلول للمشاكل اللي زي خشونه الركبتين، الام العمود الفقري، الام الرقبه، خشونه المفاصل الباقيه زي الكتف او الحوض بدون تدخل جراحي. وده نقطه مهمه جدا، لان انا الجراحه بتبقى سلاح كبير وقت اللزوم، ولكن ما بعد منه بيبقى في مشاكل اكتر. علشان كده المريض ما بيستفادش من الجراحه ولكن بيعاني. يعني في بيانات كتير جدا يقول لك بوست لمنكتومي سندروم. يعني ايه الكلمه دي؟ تركيبه ما بعد عمليه جراحيه في ظهره، يعيش في مشاكل كتير جدا وبيتعمل عليها دراسات، وفي ناس بتعمل شهادات في الماجستير والدكتوراه علشان ايه الحلول لما بعد عمليه عمود فقري او جراحه في العمود الفقري. علشان كده احنا دايما في خشونه الركبتين بنقول الخشونه ليست مرض خطير، هي مزعجه شويه ولكن لها علاج الحمد لله رب العالمين. العلم ادانا معلومات ان احنا الحمد لله رب العالمين عايزين نبني الغضروف. هي كل الحكايه في هدم بيحصل الطبيعي في سن معين، الهدم بيتبني تاني لما نوصل لسن معين. الهدم اللي بيحصل والتآكل بيحصل في الغضروف اللي بيحمي العظمه وبيبقى فيه سائل زلالي هو اللي بيفرزه بقى اكتر من البناء، فيبدا الطبقه الناعمه اللي هي ما بتحسش بالوجع بيها وتنزلق كويسه كده على بعضها تبدا تقع، فتبان اطراف الاعصاب ويحصل خشونه. عشان كده كلمه خشونه الركبتين كلمه في اللغه العربيه معبره جدا، باللغه الانجليزيه اسمها اوسترايتس، يعني التهاب العظم والغضروف. انما هي فعلا الطبقه الناعمه قوي الجميله اللي ربنا خلقها لنا دي بدات تختفي وبقى في طبقه خشنه واطراف الاعصاب بدات تظهر لان هي بدات مختفيه شويه بالطبقه الناعمه، يبداوا يحكوا في بعضهم يعملوا الام جامده جدا، بل ان بعض الناس ركبها تلتهب ويحصل فيها ارتشاح نتيجه الالم المزعج ده. من ضمن خشونه الركبتين ان المريض يجي يقول لك انا بدات مش عارف احرك ركبي، وده شيء مش كويس جدا. الدكتور يوسف من الناس اللي بتزعق جدا وتكلم المريض في مصلحته، حرك ركبك، وزنك، اشرب ميه، التفاصيل البسيطه دي بدانا نحط بروتوكول ازاي نعالج الخشونه دي. حاجه ان انت اغلب المشاهدين بتوع حضرتك دايما السيدات الكبار او اللي بيبقوا قاعدين في البيت اللي بيبقوا مهتمين بحلقات الطبخ بتاعت حضرتك طبعا. أيوة. الجميله اللي انا طبعا برضو بحبها جدا. امهاتنا اللي بيبقوا موجودين في البيوت هم اكتر الناس عرضه لخشونه المفاصل اكتر. أيوة. من الرجاله، يمكن الرجاله بتبقى محميه نوعا ما بقوه العضلات بتاعتهم، بصلابه العظم، ما فيش هشاشه العظام مصف. اللي بتحصل الوزن الزياده، القعده لفترات طويله، يمكن الرجاله لما بتروح وبترجع من الشغل دايما الستات تقول لك ما طلعت معاش بدات الخشونه وبدات الالام تظهر عندي. فيمكن احنا من خلال برنامج حضرتك بنحاول نعرفهم ان الطرق التقليديه القديمه اللي كانت بتعتمد على ان احنا بنديهم مسكنات لغايه ما نوصل لمرحله ان المسكن ما عادش بيجيب نتيجه او بدا يحصل لهم مشاكل في المعده والكلى ويبقى الطريق الوحيد المتاح قدامهم ان هي عمليه تغيير المفصل، لا، يمكن احنا بقى لنا حوالي 12 15 سنه في نوع من انواع العلم بدا يظهر، بدا يعمل دراسات على ان احنا نقدر المفصل اللي موجود اللي حصل فيه المشكله زي ما الدكتور سامي تفضل وشرحها، ان احنا بنقدر نعمل اعاده بناء للسطح المفصلي. يمكن اكبر مشكله بتواجهنا ان المريض دايما بيجي متاخر، دايما بيجي لما الخشونه وصلت مراحل متقدمه قوي، مرحله رابعه او الرابعه المتقدمه اللي هي بيبقى معاها الالم شديد اللي بيخلي المريض يبدا يخاف من الحركه عشان ما يجيلوش الالم فيبدا يقعد، فيبدا يحصل ضمور العضلات، زياده الوزن اللي بيدخلنا في الفيشا سيركل او الحلقه المفرغه ان هو ما بيتحركش فوزنه يزيد وعضلاته تضعف، نبدا نرجع للانسان يبقى انسان طبيعي تاني ويبدا يتحرك من غير الم من غير ما نحتاج اي تدخل جراحي. طب والتحسن بياخد قد ايه يا دكتور؟ دايما اقول للمريض كده الخشونه اللي حصلت في سنين استحملني 3 لـ4 شهور، يعني الموضوع بسيط قوي. يعني انت حصل لك، بقول لك بقالي، الناس بتيجي تقول كده بس بقالي 20 سنه في الخشونه، بقالي 15 سنه، انا اقول له استحملني 3 لـ4 شهور، لان احنا بنحط بروتوكول
حوالي من 3 ل 4 جلسات، من 3 ل 5 جلسات حسب درجه خشونه المريض، وبنعمل له الجلسه الاولى التنشيطيه البلازما، ياخد كميه كويسه من الدم تتفصل قدام عينين المريض. أيوة. يبدا يتنقل متكيسه جاهزه كل حاجه، يروح اوضه الحقن يحقن ببنج موضعي ما يحسش باي حاجه، يبدا يروح يمارس حياته بتعليمات احنا بنقول عليها. في خلال اسبوعين ثلاثه يجي نعمل له الجلسه الثانيه اللي تبقى دايما علينا، اللي احنا قايلين للناس والحمد لله احنا بقى لنا دلوقتي شهر شهر ونص ان في جلسه مسؤوليتك وجلسه علينا احنا، يعني ده عرض احنا عاملينه. ده عرض هايل. علشان نقدر يكمل، احنا ممكن نوصل لخمس جلسات. فبرضه الامور الماديه والحاجات دي بعض الناس يعني احنا في اهالينا وعارفين الوضع وكده، فاحنا الحمد لله الجلسه الاولانيه بتبقى على المركز، الجلسه الثانيه فري مجانا تماما، الجلسه الثالثه المريض بيبقى محتاج البلازما. فانا بكلمك في خلال ثلاث شهور أربع شهور، وبعد كده نقول المريض ابقى بعد الجلسة الرابعة أو الخامسة حسب ما درجة خشونتك اعمل لي أشعة جديدة، بعد شهرين ثلاثة تعالى أبص عليك وأقارن ما بين الأشعة القديمة والأشعة الجديدة ونحكم إحنا وصلنا لدرجة إيه. الحمد لله رب العالمين في نسب النجاح اللي إحنا بندور عليها. دايما 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 المريض ما بيحس بالتحسن بيبلغ قرايبه، دايما إحساس الخير دايما دل على الخير زي فاعله. فعلى كده تلاقي بعض الناس جاوا لك أنا كان فلان الفلاني عمل وتحسن وأنا تبع مين. لا ودي مشكلة يعني، هي دي مشكلة موجودة في كل العائلات ورجالة وستات وكله مش قادر يقف وكله مش قادر يمشي ومقصرة على ظهره ومقصرة، يعني المشاكل كتيرة جدا. فبيبقى الموضوع ملاحظ انه فلان بقى احسن او بقى دلوقتي صحته احسن. يعني نفسيا المريض لما بيتقال له كده انت هتوصل لمرحله مش هتمشي وهتعمل مفصل نفسيا بيوحش كده. لا احنا الحمد لله لازم نفهم المريض ان الدنيا بقى فيه علاج، بقى فيه نظام تاني مختلف، الكل يوم فيه جديد في الطب. الانابيب نفسها البي ار بي اللي هي بتفصل البلازما دي كل يوم فيها جديد، كل يوم بنحسن من الاداء، كل يوم بيبقى فيه تكنولوجيا بتظهر لنا. علشان كده التحسن ودرجه الشفاء بتاخد منعطفات كويسه جدا جدا جدا. بل ان احنا كمان الحمد لله رب العالمين على مستوى الجمهوريه احنا بنوصل لحوالي 18 محافظه دلوقتي، وبدانا كمان عشان بعض المحافظات ممكن تتاخري عليها في حدود شهر شهر ونص علشان نوصل ان احنا يبقى خلال اسبوعين ثلاثه درجه الحاله الثانيه ميعادها يبقى قريب. بدانا نعمل فريقين، الدكتور يوسف بيروح في فريق للمحافظات وانا ببقى في نفس اليوم او في نفس الاسبوع رايح محافظات ثانيه علشان نقدر نغطي معظم انحاء الجمهوريه. طب. وده لخدمه الناس، يعني هي الفكره ان انت ما عندكش حاجه خطيره ولكن استحمل معايا ثلاث شهور اربع شهور هتلاقي الدنيا كويسه جدا. والاستمراريه جداً. على جلسات والاستمراريه وانه ما يوقعش مره ومره لا، ده مهمه جدا يفضل طول الوقت ماشي تمام. على العلاج مظبوط. روح لسؤال مهم يا دكتور، تنميل الاطراف والام العمود الفقري ازاي بقى نتعامل ازاي مع الفكره؟ ده تاني احد اهم الاسباب اللي بتؤدي الى العجز او الكسل او عدم القدره على الحركه، الانزلاقات الغضروفيه اللي بتبقى موجوده في الفقرات العنقيه او الفقرات القطنيه، واللي بيصاحبها في الانزلاقات الفقرات العنقيه بيبقى تنميل الايدين اللي بيبقى ليها اسباب كتيره، بس يمكن اشهرها الانزلاقات الغضروفيه. وانزلاق الفقرات القطنيه اللي بيبقى معاه ما يسمى بالبلدي كده عرق النسا او التهاب العصب الوركي اللي بيعمل تنميل واحيانا بيعمل خدلان او تقل في الرجل او عدم قدره على الحركه. ده برضو من المشاكل الصحيه اللي بتواجه جزء كبير منها، برضو بيبقى نتيجه كبار السن، نتيجه ضعف العضلات اللي بتبقى محيطه بالفقرات بيبدا يحصل انزلاقات غضروفيه. الغضروف ده المفروض ان هو سائل جيلاتيني لزج بيبقى موجود ما بين الفقرات بيمتص الصدمات اللي بتحصل وبيسمح بالحركه اللي بتبقى موجوده ما بين الفقرات. مع تقدم السن ضعف العضلات ان الغضروف اللي بيبقى موجود ده بيبدا يفقد لزوجته، بيبدا يبقى ناشف شويه، فلما بيحصل ضغط عليه نتيجه الوزن او المجهود او الشقه بتاع السنين الطويله بينزلق ما يسمى بالانزلاق الغضروفي، فبيخرج من مكانه. المشكله ان قدام الغضروف دوت بيبقى مخارج الاعصاب اللي بتغذي الايدين وبتغذي الرجلين وبتغذي الجسم كله، فلما الغضروف بيخرج من مكانه نتيجه الضغط ونتيجه ان هو فقد لزوجته فبيخرج وما بيرجعش تاني، فبيبقى منزلق ويبدا يلمس جذور الاعصاب فيبدا يعمل لنا التنميل او الالام الشديده اللي بتبقى موجوده في منطقه العضلات حوالين الانزلاق الغضروفي وفي الطرفين سواء الطرفين العلويين او الطرفين السفليين. ايا كانت يمكن في بعض المراحل بيبقى تقليل الوزن والعلاج الطبيعي ده الخطوه الاولى للعلاج، ان احنا بنقلل الوزن فبنقلل الضغط اللي موجود نعمل علاج طبيعي عشان نقوي العضلات اللي انا قلت ضمورها او ضعفها احد الاسباب. ولكن احيانا بيبقى الغضروف ما فيش لزوجه انه يرجع مكانه فبيفضل ضاغط على العصب فيقول لك العيان انا عملت جلسات علاج طبيعي وقللت وزني يا دكتور وما فيش استجابه، وكل ما اروح لدكتور يقول لي لازم تعمل عمليه. لا احنا العلم قدم لنا دلوقتي
دلوقتي حاجه ان احنا نقدر نعمل حقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه في القناه العصبيه او حوالين جذور الاعصاب، فاحنا بيبقى ليها اكتر من هدف ان احنا نحقنها. الهدف الاولاني بيبقى افكت او تاثير سريع او لحظه العيان بيحسه مباشره بعد الحقن ان الالم بيخف بصوره كبيره جدا، لان البلازما هي ماده مضاده للالتهاب طبيعيه موجوده في جسم الانسان، بتروح على جذور الاعصاب اللي فيها الالتهاب دوت وتقلل احساس الالم او نقل الاشارات العصبيه اللي بتسبب الالم. الجزء الثاني ان هي بتزود لزوجه الغضروف، فبنرجعه ثاني ان هو يبقى فيه ليونه مع تقليل الوزن وتقويه العضلات، فيبدا الغضروف يبعد شويه عن جذور الاعصاب فيختفي الالم. وده دايما بيبقى السؤال اللي المريض بيساله، هل حقن البلازما في الفقرات العنقيه والظهر هل هو حاجه مؤقته واحتاج اكررها على طول ولا هو علاج دائم؟ دايما بيبقى ردي هو علاج دائم لو انت حافظت عليه. ما تخليش عضلاتك تضعف تاني، ما تخليش وزنك يزيد تاني، ما تشيلش حاجات تقيله تاني. المكتسبات اللي انت هتاخدها نتيجه الجلسات بتاعه العمود الفقري هتوصلك ان شاء الله للشفاء التام وما تحتاجش ان انت تكررها تاني. طيب يا دكتور، لو ناس اوريدي عملت عمليات، تمام، مشكله، وعملت عمليه في رقبتها، عملت اي عمليه، ما بعد العمليه هم لسه تعبانين، طيب وبيفضلوا تعبانين، ده حقيقة. هل في حل؟ في، بدون الم، بدون الم ان شاء الله. هو دايما بقول يا رب بس المريض ما يعملش العمليه، ولكن قدر الله ما شاء فعل وعمل العمليه والحمد لله عادت على خير، هيحصل طبيعي، وده مش معناه ان العمليه غلط او عيب في العمليه، هيحصل طبيعي جدا جدا، هيحصل تليفات، هيحصل تساقط، ودي مع مرور الوقت والزمن بتعمل اختناق في جذور الاعصاب فبتديله احساس الالم اكتر من الاول. يقول لك انا عملت العمليه وعشان الوجع، لا ده الوجع رجع اكتر، ودي حقيقه، مش معناها العمليات عملت غلط او ان في، لا، لكن ده شيء طبيعي. الجسم المشط لما بيعدي، حتى فكره الليزر او الدايسيرمي او اي حاجه ما بترجعش خلقه ربنا زي ما كانت ابدا. فبيحصل تليفات، الجسم بيعيد بيقفل المكان بتاعه بتليفات والتصاقات. المريض اللي زي ده بيبقى محتاج بقى فعلا شويه مجهود اكتر. ليه؟ لانه عنده التصاقات اكتر، عنده تليفات، الوضع التشريحي اختلف شويه، بعض المرضى بيبقى محطوط تثبيت، يعني في شرايح ومسامير دي لوحدها بتعمل اريتيشن او تهيج في المنطقه اللي هو فيها، فدايما عامل الم جامد جدا جدا. المريض اللي زي ده بياخد مجهود اكتر شويه، بدل ما احنا كنا هنعمل لواحد جاي بيشتكي ان ظهره بيوجعه جلسه او اتنين والحمد لله يتحسن ويبقى كويس جدا، لا ده ممكن يبقى 3 جلسات. المريض ده هيعدي مرحله بعد كده ممكن نعوز حاجه اسمها تردد حراري علشان نقلل التصاقات والموجات اللي بتطلع من الجهاز تضيع الالتهاب، لان الاختناق بتاع جذور الاعصاب عامل التهاب جامد جدا جدا. ده ممكن نوصل لمرحله ان احنا نعمل حاجه اسمها تسليك قناه شوكيه باستخدام قسطره اسمها قسطره تراكز، بنبدا نحقن هايبرتونيك سلاين او المحلول العالي التركيز جدا جدا عشان يدوب التصاقات، عشان يدوب التليفات اللي حاصله. هيعوز اكتر من جلسه، ده وارد، انما في الاخر انا دايما اقول له اوعى تعمل عمليه ثالث او رابع. لان اللي هيحصل هيزيد، والفكره هتبدا دايره مغلقه. انا شفت مريض في كفر الشيخ وما انساش اسمه، عم سند، عامل 8 عمليات في ظهره وجاي بيشتكي من وجع، 3 في رقبته و5 في ظهره. قلت له بعد كل ده انت ما استفدتش من اي؟ قال لي الدنيا اكتر وجاي، يعني انا ما فده معناه ان ايه؟ انا مش لا اقلل من شان العمليات الجراحيه، ولكن العمليات الجراحيه لما يبقى المريض محتاجها. والغريب جدا المعلومه دي ما توصلش للناس، ان 3-5% بس من كل مرضى العالم بيشتكوا من الام العمود الفقري، هم 3 أو 5% بيحتاجوا الجراحه. الجراحه امتى؟ لما يبقى في اعراض والعياذ بالله شلل. علشان كده الناس ما تاخدش بالها، لو بعض الجراحين عايز يضغط على المريض ويقول له هتعمل عمليه ورغم المريض خايف يعملها لاي سبب او هو مش محتاجها، الدكتور ممكن يضغط على المريض ويقول له لو ما عملتش عمليه في خلال 3 4 شهور هيجي لك شلل. ايوه، يبقى الكلمه اللي بتخوف والكلمه اللي محتاجه الجراحه هي الشلل. طب انت جاي ماشي عندي وبتتحرك او رايح للدكتور ماشي وبتاع بس عندك وجع، ده مش اعراض خالص، مش محتاج الجراحه. في طرق جديده او الطرق الحديثه لعلاج الام العمود الفقري زي ما الدكتور يوسف اتفضل وقال، باستخدام كذا اكتر من طريقه. البلازما عامل اساسي ورئيسي في اعاده البناء، ولاعيبه الكوره اكتر ناس بتستفاد هذا الموضوع. فبقالك انت بقى عندك شويه التهابات، عندك شويه تاكل خفيف ما بين الفقرات، عندك شويه خشونه في حاجه اسمها الفاسيت جوينت او المفاصل الصغيره اللي ما بين الفقرات اللي بتركز عليها اثناء الحركه دي بتلتهب. أيوة. هل انا ادخل اكسرها؟ لا، الجراحه مش هتفيد في حاجه زي كده. احنا بندخل نحقن البلازما عندها تتحسن جدا، في تفاصيل كتيره جدا بتبقى سهله والمريض مش عارفها، بنوصل ليها الحمد لله رب العالمين. علشان كده ما بعد العمليه الجراحيه ليها الحلول الحمد لله رب العالمين، ولا
ولكن هتزيد عدد الجلسات عليك شويه، هتخلينا احنا ناخد مجهود اكتر شويه معاك. عشان كده انا لما بمسك اخد مريض واقول له انت مش محتاج العمليه الجراحيه، حتى لو ما حقنش او حتى اجل الموضوع لفتره شويه، انا حميته، انا بقول له كده دي شهاده ربنا يحاسبني عليها، انا اقول لك انت مش محتاج العمليه الجراحيه، وده شيء مهم. هنطلع دكتور سامي، احنا خلاص يعني وقتنا قرب يخلص، دكتور يوسف برضو قربنا يعني قربنا نخلص، بس في حاجه بسيطة جدا حضرتك لازم تعيدها علينا تاني، وهي اللي قلتها لنا في النص كده وعدت، بس عايزين نأكد عليها، وهي ايه بقى؟ نأكد ان احنا الحمد لله رامين عشان عدد الجلسات ما يبقاش مكلف على الناس، احنا في حقنة هتبقى علينا وحقنة على المريض علشان نقدر نخفف عنهم الاعباء المالية. هيجي يعمل الجلسة والجلسة التانية مجانا، لو احتاج الجلسة التالتة يعمل الرابعة مجانا علشان نقدر نوفر على المريض. الحاجة التانية ان انا وصولا لاكثر عدد من الناس ونقدر نغطي معظم احنا الجمهوريه، فالفريق بقى فريقين، ودكتور يوسف في مكان وانا في مكان علشان نقدر نغطي كل انحاء الجمهوريه، وربنا يعني قوينا ويجعلنا عند حسن ظن الناس يا رب. ان شاء الله. بنشكركم جدا جدا جدا، كان معانا منورنا ومشرفنا دكتور سامي قنديل، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه، ودكتور يوسف سراج الدين، استشاري جراحات العظام والكسور وعلاج الام المفاصل والعمود الفقري. نورتونا، بنشكركم جدا، بشكركم جدا جدا جدا، تابعونا دايما ان شاء الله، اشوفكم الاسبوع الجاي على خير، وكل الوصفات والفقرات بتنزل على صفحه سر الصنعه على الفيسبوك واليوتيوب، نشوفكم على خير، باي باي.